ينضم إلينا من الخرطوم أيضا الأستاذ أسامة أبو بكر عثمان، مدير إدارة الاتصال والتواصل الإعلامي والنشر بجمعية الهلال الأحمر السوداني. أهلا بك ومرحبا. حدثنا أكثر في البداية أستاذ أسامة عن عمل الهلال الأحمر في ظل هذه الظروف، في ظل اختراق الهدن التي يتم الإعلان عنها بين حين وآخر دون إعطاء فرصة للعمل للهلال الأحمر. جمعية الهلال الأحمر السوداني عندها نشاطات عديدة جدا تشمل كل ما يختص بحماية ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة بشكل عام، وبالتالي تمتد هذه النشاطات لكل حاجة ممكن يتخيلها الإنسان فيما يتعلق بتأمين الحماية للضحايا، إضافة للأعمال العادية بتاعة التعليم وإصحاح البيئة والقضايا الخاصة باللاجئين والنازحين والقضايا الخاصة بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني للجهات المتحاربة. يعني الهلال الأحمر عندها نشاط متنوع جدا. تدعمنا في هذه النشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، باعتبار أنه نحن الثلاثة أطراف دي بتكون حركة دولية واحدة. جمعية الهلال الأحمر السوداني هي منظمة أو جمعية سودانية ذات بعد دولي ومحمية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. في الأحداث الحالية الآن التوصيف الصحيح لما يحدث في منطقة في مدينة الخرطوم أو ولاية الخرطوم هو إنه السكان المدنيين في ولاية الخرطوم الكبرى اللي هو بيتجاوز عددهم 11 إلى 12 مليون نسمة يمثلون 25% من التعداد الكلي لجمهورية السودان. وال 12 مليون دلوقتي هم في ساحة حرب، وبالتالي هم ضحايا نزاع مسلح بين طرفين. عدد كبير جدا أستاذ أسامة تتحدث عنه، لو تحدثني عن عملكم الآن في ظل هذه الظروف، التحدي الأكبر لكم، وماذا عن التنسيق بينكم وبين المنظمات الدولية ربما لمزيد من المساعدات للتدخل لتهدئة الأمر أو حتى يعني الاحترام هذه الهدن لقيام بعملكم؟ طيب نحن عملنا دلوقتي انا مديتك فكره عامه، يلا عملنا الان بكل النشاطات اللي ممكن يعملها الهلال الاحمر السوداني. نحن عملنا الان منذ بدء العدائيات في السبت الماضي محدود فقط في دعم الكادر الطبي في 18 مستشفى في ولايه الخرطوم ب 245 متطوع متخصصين في الاسعافات الاوليه. شغلنا داخل المستشفيات فقط، ما عندنا شغل ميداني. عندنا في بعض المدن الثانية البعض المتأثرة بالنزاع المسلح زي في الأبيض وفي الفاشل في الولايات الأخرى، في عندنا فرق متخصصة في إخلاء الجثث وفي فرق متخصصة في إخلاء المصابين إلى المستشفيات القريبة، لكن في الخرطوم هنا عملنا محدود بهذا الموضوع. والسبب في كده أنه إعلانات إطلاق وقف إطلاق النار أو الهدنة لا بد أن تصحبها إعلان واضح من طرفي النزاع بتوفير مسارات آمنة لتمكين المنظمات العاملة الإنسانية سواء كانت محلية أو دولية بأنها توصل المساعدات بتاعتها للمستشفيات، توصل مساعداتها لأماكن الضحايا، حتى تقوم بعملية إجلاء المدنيين المحاصرين في أماكن مختلفة. ما نقدر نشتغل الشغل ده كله ما لم يصدر من على أعلى قيادة طرفي النزاع اللي هو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إعلان صريح وواضح بوقف بإعلان هدنة تصحب مسارات إنسانية آمنة. نعم أستاذ أسامة، كما نتابع معك لقطات تظهر بقوة اختراق هذه الهدنة، لقطات ربما يعني تعبر عن يعني اشتباكات حادة الآن تحدث في الخرطوم مع بداية هذا اليوم، اليوم السابع لهذه الأزمة وإتمام الأسبوع الأول، الاشتباكات التي خلفت عدد كبير من الضحايا وعدد كبير أيضا من المصابين من النساء والأطفال وكل هذه الأمور. أستاذ أسامة، أنتم ما الذي تنتظرونه الآن من المجتمع الدولي، من المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المساعدة في العمل في ظل هذه الظروف وعلى الأقل احترام الهدن القائمة دون الإضرار بالمستشفيات التي عدد كبير منها خرج عن الخدمة خلال الأيام الماضية؟
طيب في موضوعين منفصلين هنا تماما. الدعمنا من المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات الأمم المتحدة برضو تدعم الهلال الأحمر في أعماله، لأنه طبعا الهلال الأحمر هو الفوكال بوينت، هو منطقة التركيز، لأن الهلال الأحمر السوداني عنده أكثر من 420 ألف متطوع منتشرين في جميع أنحاء السودان. فكل المنظمات دي لما يكون عندها عمل ميداني بتستعين بمتطوعين الهلال الأحمر. المشكلة ما في المساعدات، متوفرة المساعدات، متوفرة المعينات، المشكلة ما متوفرة المسارات الآمنة لتوصيل هذه المعينات والمساعدات للمستحقين بتوعنا. فيلا احنا ما عندنا تحدي في توفر الأشياء زي دي. التحدي الحقيقي زي ما أنا قلت لك قبل شوية هو في توفير مسارات آمنة، لأنه في بروتوكولات عادة متبعة عالميا. أنت الليلة لما تيجي تجلي أي أو تخلي أي أشخاص في حالات نزاع مسلح من منطقة إلى منطقة معينة، الهدف بتاعك إنك تحمي سلامتهم البدنية وحياتهم، فما ممكن أنت تعمل إجلاء لنا وحياتهم مهددة طول المسار لحد ما توصلهم الوجهة النهائية بتاعتهم. يلا بالخصوص ده، نحن مثلا في ولاية الخرطوم تحديدا المتطوعين بيقوموا بأعمال رائعة جدا تتخطى حتى إمكانياتهم الذاتية. يعني مثلا بالنسبة لبعض المصريين العالقين، قامت ولاية الخرطوم ممثلة في المتطوعين بتأمين وصولهم إلى مواقف الحافلات اللي بتتجه لشمال السودان ومنها تعبر إلى مصر. يعني عندنا متطوعين مثلا موجودين في محطات الأوتوبيسات، بيعرفوا الأوتوبيسات، بيحاولوا يهيئوا لهم الحجوزات ويساعدوهم لحد ما يصلوا يتخطوا يطلعوا برا الخرطوم ويمشوا معبر حلفة ويطلعوا على جمهورية مصر العربية. مما لا شك فيه أستاذ أسامة أن دور الهلال الأحمر السوداني هو الأبرز الآن في ظل ما يتم متابعتهم بإعلان هدنة ثم اختراقها كما نتابع معك على الشاشة. كل هذه الأمور تضع موقف وعمل الهلال الأحمر بشكل كبير وصعب كبير للغاية في هذه الظروف. لو تحدثني عن الأنباء التي تحدثت عن تعرض بعض يعني سيارات الدفع الرباعي أو عليها يعني شعار الهلال الأحمر للسرقة وسرقة مستلزمات طبية يعني في الساعات الماضية استغلالا لهذه الهدنة المعلنة. نعم، نحن أصدرنا بيان رسمي بهذا الشأن أمس. هو في ظهر الأمس سقط مجموعة من الأفراد المسلحين للمستودع المركزي بتاعنا. عفوا معايا؟ نعم تفضل. دخل. ألو أسمعك جيدا أستاذ أسامة، تفضل. على أيوة لأنه دخل معي التلفون تاني معلش. فسقط على المستودع بتاعنا المركزي في منطقة الخرطوم بحري. هذه المجموعة المسلحة نهبت 8 سيارات ذات دفع رباعي وشاحنة، ودي كلها معلمة بعلامات الهلال الأحمر. علامة الهلال الأحمر والصليب الأحمر عالميا معروف عنها إن هي رمز للحماية، وكل أطراف المتنازع ما تتعرض لها. المشكلة إنه الناس اللي قاموا بالنهب ممكن يستخدموا هذه السيارات لأغراض غير قانونية، للتهريب، ممكن يوضعوا فيها سلاح، وبالتالي دي حتشوه صورتنا لدى الأطراف المتنازعة، وهم يعتقدوا الناس انه الهلال الاحمر منحاز لطرف او لاخر. عشان كده دي تعتبر علامه خطيره جدا. نحن ناشدنا الاطراف المتنازعه وكل السلطات انه لو لقوا العربات الزيديه يحتجزوها ويتحفظوا عليها ويبلغونا لكي لا يساء استخدام هذه السيارات. نعم، ووجب عليكم التوضيح بالطبع. في هذه الحالات استاذ اسامه، هل من المفترض ان تكون هذه العربات وهذه الخاصه الخدمات الخاصه بالهلال الاحمر مؤمنه؟ مؤمنة تأمين يعني تقصد ضد السرقة وكدا. نعم طبعا، ما هي كلها عربات، ما لازم أصلا كل العربات بتاعة المنظمات العالمية والمحلية لازم تكون مؤمنة التأمين الطبيعي ضد الحوادث وضد السرقة وكده. لكن هي المشكلة مش في التأمين، هم لحد ما يلغوا العربات ممكن العربات دي يكون عملوا بها مآسي كبيرة جدا نحن ما عارفين، وده مصدر القلق الكبير. يعني ما هي توقعاتكم أستاذ أسامة خلال المرحلة المقبلة في حين استمر هذا المشهد العسكري وسقوط الضحايا؟ هل المستشفيات الحالية بحالتها قادرة على استيعاب والاستمرار في دعم الضحايا أو دعم المصابين وتقديم المساعدة لهم؟
لا ابدا غير قادره، لانه اذا احنا اخذنا حسب الاحصائيه الرسميه بتاعت وزاره الصحه في اكثر من 125 مستشفى منتشره في انحاء العاصمه، اللي هي فيها مستشفيات قطاع عام ومستشفيات خاصه، خرجت عدد كبير جدا من المستشفيات من الخدمه، وحتى المستشفيات القائمه الان وفي مراكز الطوارئ داخل هذه المستشفيات بتعاني معاناه كبيره جدا من شح الادوات الطبيه اللازمه والمعدات اللازمه وانقطاع المياه المستمر وانقطاع الكهرباء، حتى معظم هذه المستشفيات عندها مولدات كهربائيه احتياطي، التحدي يكمن في انه ما عندها وقود عشان تشغل هذه المولدات. ففي ماساه كبيره جدا 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 في الواقع الصحي في السودان، ومع العدد المتزايد في الضحايا والجرحى اللي بيمشوا المستشفيات، تفضلا عن الناس اللي بيمشوا المستشفيات بشكل عادي، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس العيانين، الناس اللي جاتهم ازمات وما الى ذلك. وفي ظل هذه التحديات استاذ اسامه، حدثني اكثر عن حالات الاصابه والمصابين وطريقه تلقي العلاج واعطائهم الادويه اللازمه، هل انتم قادرون حتى اللحظه على اتمام هذه العمليه بالكامل، ام ان هناك بعض المصابين لا يجدوا مكان في المستشفيات، لا يجدوا ادويه ومستلزمات طبيه قد تسعفهم في هذه الاحداث؟ من المؤكد انه في عدد كبير جدا من المصابين لا يجدوا المستشفيات ولا يستطيعون الذهاب الى المستشفيات، وما في جهه بتشيلهم بتوديهم المستشفيات، وفي ناس ما معروفين وين، يعني في ناس بتموت كل لحظه. يعني احنا عندنا مثلا ده على المستوى الخاص، نحن عندنا واحد جاء لنا يعني او مش بعيد من الحي بتاعنا، نزلت فيهم قذيفه في البيت بتاعهم، ففي واحد مات يتوفى، ما قادرين نقولوا المستشفى. ليه؟ لانه الطرق لاقرب مستشفى كلها فيها سلاح وفيها ناس مسلحين. هي دي مساله كبيره جدا طبعا. هل كانت هناك يعني اتصالات بينكم وبين بعض الجهات المعنية بالحديث عن إنشاء ممرات إنسانية وممرات آمنة إعمالا بالهدنة الأخيرة التي بالطبع كما نتابع اخترقت، هل كانت هناك أنباء أو اتصالات تتحدث عن هذا الأمر؟ طبعا نحن الهلال الأحمر السوداني عندنا اتصالات مباشرة مع طرفي النزاع، ليه؟ لأنه نحن أصلا أطراف النزاع دي بنعرفها وبنمشي لهم في كل الولايات وبنتكلم معاهم عن القانون الدولي الانساني والالتزام به وضروره احترامه وكذا، فنحن ما عندنا مشكله معاهم. نحن اضافه لكذا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بتناشدهم وبتعمل معاهم اتصالات، وغيرنا كذا الحكومات والمنظمات الدوليه كلها بتعمل اتصالات عشان تامين المسارات الانسانيه، وده التحدي الاساسي دلوقتي في السودان. اذا فتحت المسارات دي وتامنت تماما يعني حنقلل من حجم الكارثه بشكل كبير جدا. بس كيف تفتح المسارات؟ كيف يتفق الطرفين على فتح المسارات ووضع خطط واضحه جدا للمسارات وايصال هذه المعلومات لاصغر عسكري موجود في الاحياء. استاذ اسامه، لو لديك اي تفاصيل او انباء حول ابرز الاماكن التي بحاجه ماسه الى فتح هذه الممرات بشكل عاجل. والله الخرطوم، قلب الخرطوم طبعا، قلب العاصمة الخرطوم والأحياء الجنوبية والغربية من أم درمان ووسط أم درمان والخرطوم بحري، هي الأحداث دي بتغطي كل ولاية الخرطوم يعني للأسف يعني ما في أحياء بمنأى عن هذه المشاكل. في أحياء نسبيا بتكون هادية يوم يومين، وأحياء مشتدة، الاحياء الهادئه دي بعد شويه تبقى مشتده فيها النزاع، يعني ما في حي او احياء معينه هادئه بشكل مطلق. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اسامه ابو بكر عثمان، مدير اداره الاتصال والتواصل الاعلامي والنشر بجمعيه الهلال الاحمر السوداني من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.